اهلا بحضراتكم من جديد، واكيد هنروح بقى لتوبيك ليه علاقه بالحالات التحكيميه المثيره للجدل. السوشيال ميديا بتناقشها ازاي؟ السوشيال ميديا هل عندها صور حالات تحكيميه بتناقشها بنفس شغل الخبراء، ولا بيبقى ليه منظور تاني مختلف عن شغل خبراء التحكيم؟ وهل ده ممكن نتطرق من خلاله لموضوع الخبراء الاجانب، مش هقول خبير اجنبي، الخبراء الاجانب لاداره لجنه الحكام؟ احنا محتاجين رئيس لجنه حكام اجنبي ومسؤول تقنيه فار اجنبي، خاصة بعد اللي حصل النهارده في اتحاد الكوره. ولكن الاول نبدا بالحالات التحكيميه. ابو حميد، اللي استشفيته وشفته في الفتره الاخيره بعض الحالات عايز تعمل فيها قياس معين. بالظبط، يعني ماتش البيراميدز وبتروجيت والتعادل، في المباراه دي في الغي هدفين الحقيقه لبتروجيت يعني، بس في واضح جدا، واحد تاني الشوط الاول وواحد الشوط التاني دقيقه 60. ده اللي كان فيه جدل كبير على السوشيال ميديا، يعني في ناس كتير، عشان نكون واضحين برضو منصفين، قطاع كبير من جمهور النادي الاهلي بيقول ان هو هدف صحيح، جمهور الزمالك مش بيتفرج معانا، يعني مش معانا خالص يعني، لكن انا همشي مع قرار الحكم. الكوره صعبه جدا، دقيقه جدا، لكن انا بحاسب الحكم على رسم الخطوط الصح. هو حط اخر نقطه على اللاعب، كتف اللاعب، اخر نقطه من كتفه مظبوطه وبالظبط، واخر نقطه من جزمه المدافع. يعني على فكره لاعب بتروجيت رجليه الاثنين بره 6 يارده، يعني هو بالظبط، هي انا شايف ان هي مظبوطه، ان هي ممكن تبقى قرار الحكم صحيح، لانه في الاخر الخطوط دي الحكم بيحاسبه على وضع الخطوط او وضع النقاط. الخطوط بتطلع من الجهاز، الخطوط بتطلع من الجهاز بناء على النقطه اللي انت حاططها. بالظبط، بس انت لو حاطط النقطه صح هتطلع صح. النقطه صح، بس انت حاططها اكيد غلط. لا، انا شايف النقطه دي، انا بس انا بحطك هنا في النقطه، ان هو النقطه هنا صح، لان هو بعض يعني الاعلاميين الزملكاويه ربط الحاله دي بحاله الغاء هدف الزمالك في السوبر. مظبوط، موضوع سيف الجزيري. بالظبط، موضوع سيف الجزيري. اصلا سيف الجزيري دي الحاله دي فيها تسللين، تسلل على سيف الجزيري وتسلل على حمزه المسلوسي، كان متداخل برضه مع الشناوي. مظبوط. فاذا يا جماعه، احنا جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل رسمي اصلا اعترض مره واحده بس على نقطه اللي هي الاهلي وفاركو بتاع هدف تاو الملغي، وكان الحكم الفار محمود عاشور. دي المره الوحيده اللي احنا اعترضنا بشكل رسمي، لان كان في خطا فعليا في رسم الخطوط وكان واضح جدا. لكن احنا عشان الجمهور يعني واعلاميين منافسين بيقول لك دايما اي حاله شبه زي كده يقول لك بقى ايه ده التساوي مش واضح، مع ان هو برضه كان نفس الحاله برضه الزمالك وبيراميدز ونفس الخطوط مش واضحه خالص، وقال لك برضه عادي وعدتها في 20 ثانيه. لكن احنا بنتكلم بنورد الله، انا واحد معياري طالما الحكم رسم الخطوط مظبوطه النتيجه مش بتاعته، فبالتالي الماتشين دول الحالتين الخطوط مظبوطه وهمشي مع قرار الحكم. لكن بس بحب اوثق ان احنا بنتكلم بنورد الله. تاني حاجه ماتش الزمالك، هو لما حلل اللعبه بالشكل ده وعايز يربطها بالاهلي والزمالك، بالظبط هو ده الهدف منه يعني.